وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة من دورة تعليم برنامج أكسل. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم وجيد وشيق، ألا وهو التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي هو عبارة عن تنسيقات على الخلايا، ولكن تكون هذه التنسيقات بشكل مشروط. مثلا ناخذ مثال الاسم العمر، مثلا الاسم أحمد محمد، ممكن انه نكبر شوية الشاشة، باسم علي كاظم جاسم. العمر مثلا 55 سنة، باسم عمره 60، وكاظم عمره 45. طبعا أنا أريد أميز أنه اللي عمره أكثر من 50 سنة البرنامج يظلل لي بلون معين حتى أعرف أنه هذا الشخص هو المطلوب. مثلا ناخذ مثال، مثلا أنه اللي عمره أكثر من 50 سنة ممكن أنه يطلع تقاعد، فحتى نعرف الموظفين اللي يستحقون أن يطلعون تقاعد ممكن أن نميزهم. شلون نميزهم؟ لما نروح على الصفحة الرئيسية عندنا في أقصى اليسار عندنا تنسيق شرطي. طبعا هذا تنسيق شرطي بعدة مكونات. طبعا هذا إن شاء الله يعني إحنا راح نشرح الأمور الأساسية والمهمة في هذه المحاضرة، والأمور المتقدمة إن شاء الله راح نشرحها في المحاضرات القادمة. مثلا عندنا أول خيار اللي هو الأهم والأكثر استخداما، اللي هو قواعد تميز الخلايا. عندنا أكبر من، أصغر من، بين، يساوي، النص المتضمن، تاريخ متكرر، والقيم المتكررة. مثلا أكبر من، الأكبر من المقصود بأنه يميز لي الخلايا اللي أكبر من قيمة معينة، أنا أحدد هذه القيمة. مثلا ناخذ مثال اللي هو هذا مثالنا، نحدد هذه الخلايا ونروح على تنسيق شرطي قواعد تميز الخلايا ونختار أكبر من. طبعا بعد ما نختار أكبر من راح يقول حدد لي القيمة، حدد لي القيمة اللي تريد، طبعا فرغ هذا الخانة، حدد لي القيمة اللي تريد أميز لك إياها اللي أكبر من عدها أنا راح أميزها. مثلا راح أقول له 50، وأكبر من 50 ميز لي إياها. طبعا هنا عندنا شكل التمييز، يعني يقول مثلا تريد أعبي لك الخلية باللون الأحمر الفاتح، الأصفر، الأخضر، مثلا الناس، أو تنسيق معين. مثلا أنا راح أروح على تعبئة وراح أختار مثلا اللون الأصفر أو هذا اللون اللي هو البرتقالي، بعدين موافق، بعدين موافق. راح ألاحظ أن البرنامج راح يميز لي الخلايا اللي أكبر من 50. طبعا هذه 45 لو صارت 50 ما راح يميز لها، ليش؟ لأن أنا قلت له أكبر من 50. زين إذا أريدها تتميز راح أسويها مثلا 51، راح تتميز بشكل أوتوماتيك. طبعا هذا مثال. نأخذ مثال آخر، المادة الكمية. المادة مثلا إطارات سيارة، أقلام صبورة، شاشات حاسوب، وهكذا. مثلا أنا عندي مخزن معين وعندي هنا الكميات، مثلا إطار 5، أقلام صبورة 6، شاشات حاسبة مثلا 8. أنا أريد في هذا المثال أنه المادة لمن توصل الكمية، كمية نفاذها إلى 3، البرنامج ينوهني أنه هاي المادة وصلت إلى كمية الخطر، انتبه أنه هذه المادة راح تخلص، وإذا وصلت 0 ينطيني لون أحمر، يعني معناها أنه المادة خلصت. طبعا مجرد للتنويه. شلون أسوي هاي الأمور؟ نحدد هذه الخلايا ونروح على تنسيق شرطي قواعد تميز الخلايا ونختار يساوي. يساوي راح نكتب 3، يعني إذا وصلت هذه الكميات 3 انطينا تنسيق معين، مثلا اللون الأصفر، بعدها موافق. طبعا هذه المواد يعني لحد الآن الكمية المطلوبة هي أكثر من 3، مثلا لو هنا صارت 3 راح يقول لي يا بترى انتبه المادة هذه راح تخلص. طبعا أقدر أنه أضيف تنبيه آخر، مثلا أنه إذا المادة صارت أقل من 3 يطلع لي لون أحمر، أي أن المادة راح تنفذ. فأحدد هذه الخلايا وأروح على تنسيق شرطي قواعد تميز الخلايا وأختار أصغر من، راح أقول له هنا أنا أصغر من 3، أنه إذا صارت الكميات أقل من 3 انطيني لون أحمر، بعدها موافق، بعدها موافق. طبعا هاي الستة
لو صارت 2 راح ينطيني اياها لون احمر، هاي 3 لو صارت 2 راح ينوهني بلون احمر، هنا لو صارت 3 راح يعطيني لون اصفر. طبعا هنا التنسيق الشرطي هو عبارة عن تنسيقات، هاي التنسيقات تكون مشروطة بشرط معين حتى البرنامج ينوهني على فد ملاحظة معينة. ناخذ مثال اخر حتى نفهم هذا الموضوع. مثلا هنا عندنا الدرس الدرجة الحالة الدرس مثلا عربي إسلامية فيزياء حاسوب. طبعا هنا عربي مثلا 50 55 30 29. الحالة طبعا مثل ما تعلمنا في المحاضرات السابقة نقدر نطلع الحالة من خلال الدالة F، نروح على صيغ ونجي على منطقي F ونجي نختار انه الشرط مالتنا اذا كانت الدرجة اكبر او تساوي 50 راح يخلينا الحالة اللي هي ناجح، واذا كانت لا اصغر من 50 راح يعطينا راسب، بعدها موافق طبعا راح يعطينا هنا ناجح لان هي 50 قلنا اكبر او يساوي 50. اقدر اسوي انه الحالة حالة الطالب اذا كان ناجح يكون لون اخضر واذا كان راسب يكون لون احمر. طبعا نحدد الحالة ونروح على الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تميز الخلايا ونختار النص المتضمن، نختار النص المتضمن راح نقول له اذا كان النص ناجح راح يعطينا لون تعبئة أخضر. موافق؟ موافق. وإذا كان النص مرة ثانية نطبقها على الخلايا تنسيق شرطي النص المتضمن راح نختار راسب وينطينا لون أحمر. موافق؟ موافق. نلاحظ هنا أن الطلبة الناجحين راح يعطينا لون أخضر والطلبة الراسبين راح يعطينا لون أحمر. طبعا هذا هو التنسيق الشرطي، عبارة عن تنسيقات مشروطة بشرط معين. نلتقيكم في المحاضرات القادمة بإذنه تعالى.